الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ودرسي أفريق كنت هذا كمدها دروس كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول أرن ما بمعنى يان أرن السيد كدون كله عبدي وأمتي إريد أن استعمالي مقصودك يوجد هذا باب كان وحوي بيان النهي بيان النهي عن الألفاظ المهمة للمشاركة بيان النهي عن الألفاظ المهمة للمشاركة في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات بيان النهي عن الألفاظ المهمة للمشاركة في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات مقصودك هو تشدد باب كان وحوي العدايو إلا نهي أول الديدي إريادة مهمك إموتسين كرا إنه مخلوق إلهي لو داقو ربي نمديس أما هو لو داقو إله نمديس أما هو لو داقو مقعيديس يصفات كيس بيان الألفاظ المهمة للمشاركة بيان النهي عن الألفاظ المهمة للمشاركة في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات وأن تركها من تحقيق التوحيد يا إريادك تجسد إنه كم دعاي حقيقة أنت توحيدك إريادة وح كم دا كوا مصنف باب كوشة جاين وقف كي أضون كله هذا عبدي أضون تينا أمتي وراده وحلم دا إن أضون كي يضل الله ضي لبوده أطعم ربك حديثك بكو تيمين ما أطع ربك ولمد وضي ربك يا إريادة لمدك بحال ودي ذي إريادة جاء النهي عن هذه الألفاظ تحقيقا للتوحيد وحال ودي ذي حقيقين توحيدك لحقيقين وسدا لذرائع الشرك يا أودتان لأودا يودوينك الشركي لما فيها من التشريك في اللفظ إريد وحا كتشر توداتش حق اللفظ جاي إريقا وإلهي با سبحانه وتعالى ربي سيد كينا الدين ربي الله يراد والتشريك في اللفظ أدونك وعبد لله هذي لنا هذو عبدي أدونك يجيوي والتشريك في اللفظ وداتش حق إريد وحا كتشرته ينبغي أن يجتنب العبد هذا اللفظ في حق المخلوق ابن القيم رحمه الله تعالى سدا لذريعة الشرك في اللفظ أي اللوديدي شرك لفظ جاء إريادة قلاء الباب كي سيد الحرية ما حكم استعمال هذه الألفاظ إريد أن الاستعمال حكم كيد ومح وشرك إن قصد بها تشريك في الربوبية أو الألوهية دي لو لقستي وداتين حق الربوبية دي حق الألوهية ده وشرك أكبر وي وشرك وين أمر كلي عبدي أدوش يدانا إله واحد ساسو كلامتي ما
marku leeyahay atcim rabbaka, haduu jeedo isagaa rabbi oo abuuray oo le oo maamula. Marka hadhihi alfaad waa shirkun akbar in qusida biha atashriiku fi rububiyati aw iluluhiya. Haddii ilaahay iyo ciddaa laga hadlaayo laga dhexaysiinayo rabbinimada iyo ilaahnimada, shirka akbara. Wailaa famakruuhun, haddaan saa loo qasdin ee marka uu leeyahay cabdi uu jeedo un dee mamluuki kii aan lahaa ama tiina uuga jeedo mamluukatii tii aan lahaa. Atcim rabbaka markuu leeyahay hadduu uga jeedo macnaa sayidaka wa maalikaka kuleh, waa makruuhun saddan lidariicati shirki wa taxqiiqan litawxiid. Waxay makruuh noqotay, waxaa arrintaa ku xidhan xidhista waddada shirkiga iyo xaqiijinta tawxiidka ayaa ku xidhan. Qala raximah allahu tacaala fi saxiixi, fi saxiixi albukhaari wa muslim, can abi hurayrata radia allahu canh أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحر لا يقول يا نوران أحدكم مدكين لعبده أو لغير عبده أدون كيسا ما أدون قف كلب يا نوران أطعم ربك يا نوران ربي قال راشن سي وضي ربك ربي قال أوي سي سي وليقول هيراد سيدي ومولاي. السيد معنى كي لها ويان ومولاي كي مسؤول كي يقاها المالك الناظر وي. ولا يقول يا نوران أحدكم إتكين عبدي وأمتي يا نوران. وليقول هيراد فتايا وفتاتي وغلامي ريدها استعماله. مرق حديث كل بار ريموت بودي ذي عدان إلى عين الرب الغش هجوه وعكلو ودي ذي قفكو أدون كيسين وكورة هذا عبدي وأمتي لما ده مسأله. مرق لما ده مسألة الضمبة يباب ككده مصنفكم طهروا لا يقول أحدكم أطعم ربك وضي ربك بابك مودجين. حوال استعمال لفظ ربي هذا إريقا رب استعماله في المخلوق له أحوال. إريقا ربي إن مخلوق اللي هذا يكسد أحوال بين هذا أحوال استعمال لفظ ربي في المخلوق. حالتك وضوحي تاي استعماله بأل إن مخلوق له استعماله يسقو ألوطة الرب يسقو أه سنا أطع الرب أطعم الرب استعماله بأل فهذا محرم. الرب وأل أي كترتين مخلوق لغو استعماله وحراوي لأنه من أسماء الله الخاصة به ألف كي اللهم تمر قوة توحي وكم ذي مقعد إلهي إلهي سبحانه وتعالى وقاركا. حال الضلبات أن يضاف إلى جامد أو حيوان وأن ربك لا يضاف إلى جامد شيء من نولاء أما حيوان أن يضاف إلى جامد أو حيوان رب البيت رب الإبل فهذا جائز بالإجماع أسوب الناي بلا خلاف ومعناه الصاحب أن يضاف إلى جامد أو حيوان فهذا جائز بالإجماع ومعناه روى محي صاحب صاحب البيت صاحب الإبل معني سوى الصلاس. وقد جاء في الحديث حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. رب المال نبي قيد عليه الصلاة والسلام يعني صاحب المال. لذلك قول عمر رب الصريمة
xadiidkii daalada ka hadlayay daalatun ibil baadida geela daca xataa yalqaaha rabbuhaa. Marka maxay u banaanaatay rabbi in lagu isticmaalo makhluuq iyadoo loo idaafeeyey jaamid ama xayawaan? Lianna aljaamid walxayawaan laa yumkin an yacbuda gayra allah, ilaahay cidaan inuu caabudaan ba suurtoodaba. Jaamidkaasi geedka ama dhagaxaasi ama xayawaankaasi geela iyo ariga iyo kuwaasi, markaasi waa banaanyi. ثلاثة أن يضاف إلى مكلف إن الله إضافة هي مكلف كرب الغلام وكلا. فلا يجوز في شرعنا شرعنا أنكم بنانا طيب أحوال استعمال العبد أرجع عبد استعمال كيس وحواش لي مضافا إلى غير الله سوى إلى عدانا إلو تيري. أحوال استعمال لفظ العبد مضافا إلى غير الله حالة كوضو حيتاي أن يضيفه الإنسان إلى غيره أن يضيفه الإنسان إلى غيره عد كلو إضافة يوتيري قفك سوي سمو تيرين يوتيري عد كلا كان يقول هذا عبد فلان هذه أمة فلان فهذا جائز سوي بنانتي هذا عبد فلان هذه أمة فلان مر هذه اللغة تشيدو مملوك فلان ومملوكة فلان. وقد ورد في القرآن كقول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى مسلم ليس على المسلم صدقة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة في عبده. حالة الضلبات أن يكون بصيغة النداء أن يكون بصيغة النداء نقصر على صيغة النداء ساتن عبدي يا أمتي يا عبدي يا أمتي إنه يراه فهذا منهي عنه كوال الدين السجى واختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للكراهة علماء ذو حيث خلاف النهي يقول للتحريم بقى هو حاران قفك إنو راضو يا عبدي يا أمتي مسوى للكراهة وحلو قبق أي أوقي هي تحقيق للتوحيد إيو سد لذراع الشرك. وذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة أكثر أهل العلم حكوت تجين أن النهي للكراهة أنا حاران كل عين دورا يا عبدي يا أمتي دورا. ورا خلاصة محيط نقطتي قول القائل عبدي وأمتي حديث كتيرا ومنهي عنه نهي كراهة عند جمهور العلماء أن الرب بأل وبدون إضافة لا يجوز استعماله في المخلوق إضافة الرب إلى المخلوق فيه تفصيل فإن كان المخلوق جمادا أو حيوانا فجائز وإن كان مكلفا فمنهي عنه والنهي عند الجمهور للكراهة خلاصة الباب وانتهى.
عبدي وامتي اللي راهضوا ولا النهي نهي يقولوا وللكراهة عند جماهير العلماء. الرب ألف يا اللام والتاء اللغو استعماله في المخلوق وغير جائز بالإجماع. ربي هو مضافة هذه اللغو استعماله في جماد أو حيوان وجائز، هذه اللغو استعماله مكلف ومنهي عنه والإسكنهي، والنهي عند الجمهور للكراهة. قال باب لا يرد فرمنا لما عليا في مسائل الأولى النهي ونهي قال إسكر ربيع عن قول عبدي وامتي، لا يقول أحدكم عبدي وامتي، نهي قال واحد الجمهور العلماء واحد دواء وللكراهة دواء قرآن كصار ارتيد عبدي قيلوا إضافين أيوه عدان إلهي أهين والصالحين من عبادكم وكلهين. الثانية لا يقول العبد أدون قرآن ما يربي ولا يقال له القرآن ما يأطعم ربك أنا القرآن ما يه. الثالثة تعلم الأول البريست لبريك هراء السيد كا قول فتاي وفتاتي وغلامي ريدا سيان إيهام كوانو كتشرين وإيهام المشاركة عن وضن. الرابعة تعلم الثاني بريست كلمات لبريك هراء كا قول السيد ومولاي. الخامسة التنبيه براروتشين تلسكو براروتشي للمراد وتشددة وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ حلو دي ليريد ان الاستعماله ليريد ان الشركه كما عدا وفكم مركو لي عبدي وامتي مملوكي بو جيري كراسوما مركا لي هي اطعم ربك وضي ربك اما هذا ربي مركو يسوق بلي و هو جيري كرامه انت بدن بلو جيدا سيدي. لكن حلو دي دي وحلو دي دي تحقيقا للتوحيد حقيقه التوحيد كلا حقيقتين ايو وسد لذراع الشرك وحتى في الألفاظ إريادة حتى مهم كأ معنى الشرك دد كموتسين كرا يا دد كلا قف وجين يا لقدر كنا يا باب لا يرد فرمنا لمع لي من سأل قف كعد وحويديستو بالله مجع إلهي كويديسته وإذا أسألك بالله مجع إلهي وحنك كويديسني أما أعطيني بالله ما قاع إلهي وحاي وصيه لمع لي فرمنان إيوا إلا الصيه وح مقصود كباب كانوا حوية بيان أن من تعظيم الله وإجلاله بيان أن من تعظيم الله وإجلاله عدم رد من سأل به. بيان أن من تعظيم الله وإجلاله عدم رد من سأل به صدق وإلا عدائيو وإن أنت إلهي إنك كم يتهي قدر انتيسة عد مقع إلهي وحكو ويديستا وحكو ويديستين أنا تديد. وأن ذلك تحقيق للتوحيد وإني أنت مقع إلهي سألو وإني وحقيقي توحيدك لحقيقي وعكسه مناف لكمال التوحيد وعكسه مناف لكمال التوحيد أرقاك سورجيت كيسا وفك مقع إلهي وحكوه ديستين أنا ذو حبسهم ومناف لكمال التوحيد وأيو إلهي مدويني مقع عيسين مدقدرين أداد قفك سيسان إلهي ودويني سمقع عيسين ودقدرين رجعت تحقيق التوحيد بكميتها يقف كما قاع إلهي حكوه ديستين تسيسه ما قاع إلهي كحكوه ديستا ديجو وهلي يبلع دباطنا سينكرا إن هذا ديدانا ومناف لكمال التوحيد لما يسترنك التوحيد كميت كواري من اسم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا وحوري من استعاذ كما جنجل بالله إلهي فاعيذوه مجنجليا يعني تعظيما لاسم الله وينين مقع الهد وينين السنة وقيت مقنقلية
waxaa kaloo lagu fasiray man sa'alakum an tadfacuu canhu sharakum aw shara gayrikum billah fadfacuu canhu shar, qofka idin weydiista inaad dhibka ka daysaan ama cid kale dhibkooda inaad ka celisaan, ee magaca ilaahay idinku weydiistaa dhibkaa ka celiya. waman sa'alaka weydiista billaahi magaca ilaahay idinku weydiistana faactuhu siiya, ee man sa'alakum shay'an billaahi bismi illah faactuhu siiya, ee tacdiiman lismi illah weyneyn magaca ilaahad weyneynaysaan awgeed. وتعظيم أسماء الله من تحقيق التوحيد وترك تعظيمها مناف للتوحيد ما قاعد لا إلا وين أنا حقيقة التوحيد ككمت وين أنت هذا إلا قد تجانا توحيد ككمال كي سيكسر كيدا. ومن دعاكم كأيدي يرى فأجيبوه أجيبة أيدن كوي يرد دعاء راس أو مت كلام أيدن كوي يرد وإسكا واضح إن دو معسية كوغو يرانا دا جيبا هاين وفي غير معسية بان لو تشيدا. ومن صنع كسمية إليكم إذن كايدين سمية معروفا وناك فكافئوه وأبا القدى اسمعوا له مثل ما صنع لكم كافاد واطا وناك ويدين سمية وكلاء وصمية مدعو لقمة وصمية. فإن لم تجدوا أديدان أهلين ما تكافئوه وحد يقول أبا القدان فادعوا له الدعية حتى تروا بضم التاء أي تظنوا إلا أظم ليسان أما حتى تروا بفتح التاء حتى تعلم إلا أجاتان أنكم إذنكم قد كافأتموا إلى دو أبا القدان. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح الحديث الصحيح فقد صححه الشيخ الواضعي في صحيح المسند وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليهما في سلسلة الأحاديث الصحيحة. طيب وجد دلالة الحديث على مقصود الباب وواضح وفيه الأمر بإعطاء من سأل بالله. هذا واحد كترته أمر ليس أمر يقف كما قع إلى حكوه يديستين تسيسه ومن سأل بالله فأعطوه تعظيما لاسم الله وتحقيقا للتوحيد. ما حكم إعطاء من سأل بالله فكما قع إلى حكوه يديستين تسيسه حكم كيد ومحي ذهب الجمهور إلى أن ذلك مستحب. جمهور توحي كنت قال أنت سير مستحب طاي ودوا الصدقة مستحبون وفكر مقع إلى حكوة دي استوحد سين الأساس سيد هذه. ذهب الجمهور إلى استحباب ذلك اختاره النووي الإمام النووي نصا صدرت وفصل في ذلك بعض أهل العلم. العلم يغاركو تفصيل بيقليين حكم قرم الله بيد هذه. فإذا سأل حقا له وجب إعطاؤه حق مركو رب الله دو مقع إليك ويديستو مركو رب دي واجب أهد حقي سنتسيسو وقبل دي باتري أسألك بالله أن تعطيني نفقتي مقع إليك ويديستني هذا مصروف كيجي سيسو وجب إعطاؤها مركو رب واجب أهد هذا مقع إليك باب الراعي السبب قف دينك قولها باكوري أسألك بالله أن تعطيني ديني ما قاعد على واحد كويس دي سنة يدين تدين دي سوء عرسه وهكذا. وكذلك إذا كان مضرا وحيدنا يواجه من قرية سائل للسيح إذا كان مضرا هذه قفك الضرورة يا هيصر إذا كان مضرا والمسؤول قادرا والمسؤول قادرا وليس هناك أو لا أحد يعطيه غيره ولا أحد يعطيه غيره
وحكلوا واجب يساء. وكذلك إذا كان السائل مضرا ضرورة هاي سقفكي قاعد شو لي من أيها الراد قبو كليل والمسؤول قادرا قفك وحلو يدي سنة هو أودين والسيئ ولا أحد يعطيه سواه وقفان السقع يروح سيني يعني متشوق مش من كان نفط أنه لينتد وواجب. وكان السؤال على وجه التعيين ولما وكان السؤال على وجه التعيين السجن أو سجارة ويدستي ولما كحالة سواج بتقفك ما قاعد عليه حكوة ديستينا تسيسو إذا كان حقا واجبا له إذا كان مضرا والمسؤول قادرا ولا أحد سواه يعطيه. وكان السؤال على وجه التعيين شروط دار له. طيب واحد كل حديث كنت شرتا من صنع عليكم عروا فكافي وقفك وناقدين سمية وأبا القدى لماذا يكافى من صنع معروفا حلو قوى أبا القدى لسببين. السبب الأولى محي للتشديع على فعل المعروف سيلو لي رجلي قفك وناقد سمية دي لو أبا القدى أرين تاسي ويدي رجلي نساء ونجيب السي وضيع. ولكسر الأمر الثاني سبب طلام حي لكسر الذل والخضوع لكسر الذل والخضوع الذي حصل للإنسان بسبب المعروف لكسر الذل والخضوع الذي حصل للإنسان بسبب المعروف قفكم مركب وحلا السيو عيد وحوك قاتو قعنت هوس دكتور نوع دل يبا وحاصل يا صنع يا خضوع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام واليد العليا خير من اليد السفلى. مركا قفكي وحكو سيي وادو دلوبي سوادو خضوع عيسى لكن اداد ابال قدو دلوغا يا خضوع عاصي تاسكاتش بنسى. وهذا من تحقيق التوحيد عدم الخضوع والذل لغير الله ومن تحقيق التوحيد. إن أردوا خضوعنا ندؤدوا اللوبين عدان إلهي أعيني تحقيق التوحيد. مركا قفكي وناكو سميي إن أدوناك يوكلاو سميصا تحقيق التوحيد بك متحي لأن هذا يكسر الذل والخضوع الذي حصل لك بسبب معروفي. رسل وقضب الله بعد كتش رأيين حديثك أرنده سوى مهم انت بضان طلبة العلم قانو انت عن كدر يا مو قفك وناك قصم يا جزاك الله خيرا وبير هذا مركا حديثك انت الضمبون بيقاتان فادعوا له داس ميكب العبان ادعي. وهذا غلط دعاء وحكوه الرئيسة هرتا مو أبال قد كرس وناك قصم يا او كلام قصم ينكرس ها تاسا كله قد بون هكبون انتاس دعاء دوا قارما فإن لم تجدوا ما تكافئوه وحدوا أبا القدان الديد أنهلين فادعوا له مركز شرده كل حرين أبا القد كاقو الدعاء نقضى وامحي وإن أنا ذهي السنوح كلاقف كادوا أبا القد كتاب كوسو هديه كتاب الله ميدادو هديه كرتاو ما كفي عنه هديه. جزاك الله خير وارن كاكوتو وشين جزاك الله خير ونوتر هذا ولي ذلقي يو انكساركي وكساري ولي اسكما دول قادم ولي مخلوقة مكافأة أقوين إن نقول له ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هدانا الله بسببه إلى الإسلام والتوحيد والسنة وبعده الوالدان والأم مقدمة في ذلك. وحكوحي قلنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي بدأ والد ولي به يضاه الرئيس حال مركا والدك هو أبا القدي وإذا حملتك ووضعتك وأرضعتك وسهرت لأجلك وتعبت فيك حال أبا القدي وإذا وكذلك أبوك سويدي حال أبا القدي أعظم المعروف بوالدك هو سمي معروفك الدنيوي وقوين عندك هو سمي سواء والدك داد كان كلا لبود بود يسال البو حيسي البو حيسي مية كاسي والله يقف كاسي وحي يقول لي هاي
قلد بي يقول لي هاي منو يقول لي هاي والد كابا كوري. قال في مسائل الأولى مسألة كوباد عادة من مد إلا مجن قال يستعاذ بالله إلى أي مجن قال نبك ولا لي قد دايو إلا قد دايو ولهذا قبر دي النبي قلت لي أعوذ بالله منك مركو وصو قلي سي بخاري صحيح سكوري النبي محو كوري قور مكدب عصنا مركا صنبي النبي قوة جهدي أعوذ بالله منك لقد عذت بعظيم فألحقي بأهلك اللوين بعد ما كان قشاء أرادوا ريركي نوت تقبوكوري نبيك عليه الصلاة والسلام لكن سيدة الرواية كالصحيحة احتناميا إنه في الخطبة هيد انتانو نبيك قورسا أما الرواية كالتلماميا نبيك ينو قورسا ديو إرقاسي وفرنين ها كناياء ما ينصحن. الثانية تعطاه من مدين لصية سالة بالله ما قاع إلهي وحكوه ويديستي قال شيخ العصيمي قال كان شنشر ديبك الشهقي أن يعلم صدق السائل أن يكون سائل متوجه في سؤال المسؤول معين كاوين الشغل أن يكون التوجه إليه في أمر معين إن وحقاره ويديسته قدرة المسؤول على إجابة فيما سئل فيه وأن الشغل نتانا أمن المسؤول الضرر على نفسه وفقا على ويديستنا لدباتك كسو قاعدة هنا. الثالثة إجابة دعوة دعوة أروس وواجب إلا أجيبه هذه كلنا مستحب والسنة وأنا من حق المسلم على المسلم وأنا من حسن الخلق وفق كوير ركوب شانا كوير لو دعيت إلى كراع أو ذراع لا أجبت للنبي عليه الصلاة والسلام. الرابعة المكافأة إن لقى أبا القدع على الصنيعة وناجي لقوسمي. الخامسة أن الدعاء دعاء مكافأة وأبا القدع لمن مدب أبا القدع يهي لم يقدر أن أودن إلا عليه دعا ويروحك لأن أودن. السادسة قوله أولي حتى تروا أي تظنوا أنكم قد كافأتموه. باب لا يسأل لما ويديستو بوجه الله وجه الله لقم ويديستو إلا الجنة جنم وينحك لقم ويديستو مقصود كباب كوا محي مقصود الباب بيان أن من تحقيق التوحيد عدم السؤال بوجه الله إلا الجنة. حقيقة التوحيد كوحة كمي ذا إلا يوجه جيسة شنة وحانين الويديسة سيكلون ذكرنا بيانا أن من تعظيم أسماء الله وصفاته بيانا أن من تعظيم أسماء الله وصفاته مقعدة إله هي صفات كي سوينين توضح كم إذا ألا يسأل المخلوق بها إن المخلوق لقبرين جلالا وتعظيما لها جلالا وتعظيما لها وينين لوينين مقعدة إله أوجد بالمخلوق لقبرين وهذا من تحقيق التوحيد وعكسه ينافي كماله. هذه حقيقة التوحيد ككميته كسورتيت كيسونا كمال التوحيد وماشي كسارية المهم مقصودك وحويان إلهي مقعيد يسئل لوينيو ويني انت نوحا كم إذا كننبو يانا وحكلا إنا إلهي مركا مقعيد سلقو بريا يان لويديسن أرنت أصنع حقيقة التوحيد ككمت هدي أرنا دويا حقيرة إلهي دول ويديسنا يمجع عيسى القبريانا وحقيقة التوحيد كل قد تجي وأنا أرن كمال التوحيد ككاري مالسا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لبم معنا أيوبابك احتمالها معنا كوباد لا يسأل مخلوق بوجه الله إنه معنوية مخلوق مجع وجه الله لقوم بريكر مخلوق كمور لقوم أوران ما هي مخلوق أسألك بوجه الله صفات كي إلهي كلانا والله مت لا يسأل مخلوق بوجه الله لأن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وهي وحا مجع إلهي
عيد لقوي دي سنكرا واتشنضا أون والمخلوق لا يقدرون على إعطائها مخلوقات كنا ما أودان يتشنكوا سيان وهذا رأي المؤلف مصنف قوضة الصمرة إنه معنو السلاية لا يسأل مخلوق بوجه الله وهي محان مخلوقة مقع إليان لو قبري كرن لأنه لا يسأل بوجه الله إلى الجن وهي وجه إلهي وحان تشناهين عيد لقوم ويدي سنكر والمخلوق لا يقدر على إعطاء الجنة مخلوقنا تشنكوا ما سنكر معناها الله بعد باب كل شيء وحوي لا يسأل الله بوجهه إلا الجنة لا يسأل الله بوجهه إلا الجنة إلهي مجعيس وجهيس لقوم ويدي سنكر وحان تشنضا هين وما يستلزم دخولها يوحد شنده الجلست هذا صوابه سنة شنده بالحكمية لا يسأل بوجه الله لا يسأل الله بوجهه إلهي اللي موي ديستو وجهه سلوك موي ديستو إلا الجنة وما يستلزم دخولها يتشنده الجلست هذا وحد صوابه لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به شيء من أمور الدنيا لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به شيء من أمور الدنيا وايو مقع إلهي وكويهي إن لقوة ديست إلهي وحرمها الدنيا كمدة قال وضع معنى يا الله شاقي بابك معنى كوادو أضو مخلوق بري يما أورنيسيد أسألك بوجه الله يا أسألك بالله والله مت أسألك برحمة الله والله مت مقعد إلهي صفاتك إلهي ودوي مخلوق لقوم أبري يوم مقعد إلهي سوار عظمة وأيو مقعد إلهي صفاتك إلهي وحلق أبري يكرهون شنة شنة مخلوق مبحي إلهي وبابحي معناها الله بعد وين ليرادو ما وحلقات ليا إلهي مرك الله بري أيو لغوما بريو وچيغيس إن چند الويدي سن أيو يا چند الگليس دو حصابا إن الويدي سن أيو يعني وارمها الديني غا بمعنى إلهي أدو أدوية ويدي سن أيو وچيغيس كوما بريس اللهم إني أسألك بوجهك أن ترزقني بولد صالح مورنس لولد كو أدوية اللهم إني أسألك بوجهك أن تفهمني في العلم أما أن تسهل لي حفظ القرآن والحديث وسائر العلوم هو ضدي تشنده علمه اللهم إني أسألك بوجهك أن تجعلني من عبادك الصالح لا بأس إن إلهي أدواء بريا أدواء الدنيا كبريا وجهي ساد كبري ذو أي باب كديدي يقول لي قول كلامات لكن إلهي سبحانه وتعالى هداد تشنده كبريا أما أسباب تشنده يا رماء الدينك وجهي ساد كبري كرتا محله الدين وجه إلهي وين يهايو وكوين الدنيا إلهي الجود ديستو وجه إلهي وكوين واي علماء قرن واحد هذا الوضع معنا بوا صحيح سليمان وعبد الله والظاهر أن كلا المعنيين الصحيح كذلك الشيخ ابن العثيمين ولو قيل إنه يحتمل المعنيين لكان له وجه نور لما دوا له وجه داين له عن جابر قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله وجه إلهي لقوم ويديستو إلا الجنة الجنة مويانا وحكالي رواه أبو داود حديث كوا ضعيف في سنده سليمان ابن قرن ابن معاد وضعيف ولما كان يتشيع بل ابن حبان وحر كان رافضيا غالي في الرفض رافضي وها يري ولهذا بالعلماء قاركود الى هذين ما وجهك الهي وحان جناه ان الهي هو الغوي دي سنكرا الدنيا الغوي دي سنكرا مخلوق وجهك الهي وحوال ولا غبري كرا ساس الى هذين وحكم اذا ابن مندر رحمه الله تعالى حديثه ضعيف النبي يقول عليه الصلاه والسلام قد استعاذ بوجه الله
أعوذ بوجهك النبي عليه الصلاة والسلام وإيل صحابتنا رسولك عليه الصلاة والسلام وجهك إلهي بكوي ديستين الرمد دينات معاوية بن حيدر حليني أسألك بوجه الله بما بعثك ربك إلينا السائبة وري. طيب حديث كان ضعيف لكن وحا أمر خاتف فرية يشهد له حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه الطبراني ملعون من سأل بوجه الله أي غير الجنة وأن عدلي كوجه إلهي كوي ديسته شان نضع إيه أسباب تيدا وحانا هين عن الرماها الدوية كوي ديسته شكال قمرك وحوى يباب ككور يباب كان لا يرد من سأل بالله ميانا هين كيد نقول هذا أسألكم بالله أسألكم بوجه الله فرمنانا علمنا باب كان لا يسأل بوجه الله إلا الجنة سأل سوافة شنية علماء على حديث كوا السقية هاي وحيليهين الباب الأول وخطاب للمسؤول ألا يرد السائل بالله باب كهوري كوحوي دي سنة يا أسألك بالله يسألك بوجه الله إلا كهد لما يبع أيو كهد لي وخطاب للمسؤول كوحوي دي ستيب كهد لي وش يقى ألا يرد السائل بالله وهذا البابنا خطاب للسائل كي وحوي دي سنة يبري وتمي وباب كان لهض ليا ألا يسأل بوجه الله إلا الأمور العظام وكي وحوي دي سنة يبري وتمي وباب كان لهض ليا ولي وشي قيلا يا كبرين الرماء وأوين موياني للحقيرة الدنيئة الرماء حقران إيه وصية وشي قيلا يا مقع إليها كبرين أساسا لسكوافة شنية بنادين الباب الأول وخطاب للمسؤول كي وحل ويديسن يا للي مقع إليها دي القوة ويديسن مقع إليها ويني وقف كسيه كان هو خطاب للسائل كي بريو تمي وباب كان الله الله يا ولي مقع إليها ويني هكو ويديسن الرماء الدوية اللي ته داد مقع إليها كبريو تمي سواح وين إلهي كو ويديسن طيب قال في مسائل الأولى النهي نهي الاسكن هي عن أن يسأل إلا بريوتما بوجه الله وجه إلى لقو بريوتما ولقو ويديست إلهي إلا غاية المطالب وحيابا الله ضلبو شيء أسر يعني وما حيو حاسي الجنة الثانية إثبات صفة الوجه صفة الوجه إن إلهي الله الصور ودي آيات كيو حديث متواتر كابت سفداسي وكسار ورطي يدو إلهي سبحانه وتعالى الله إضافين النبي قلنا ما أولين صحابتنا معنا كلهم الشيقين سياسي كو آخرين ترين ويكم عليين ترين باب ما شيق أبو بابي هاي في اللو إريق اللو أي في قول اللو وراد قفك وراد اللو كسار ورطي مركا اللو ألف يلان بالقلي صمع لو ندو حرف مركا حرف قد ألف يلان بالقلي تعريف ميو فايدينس معرفة مينو قرية مايا لعنى في اللو مركا للي أي في لفظ اللو بالو تشيدا إريق اللو باو ما جاء في اللو في لفظ اللو أما في قول لو مقصودك يو تشيد هذا باب قوام حي بيان مقصود الباب بيان أن قول لو بيان أن قول لو اعتراضا على القدر اعتراضا على القدر أو الشرعي أو الحزن على ما مضى أو الحزن على ما مضى مناف لكمال المناف للتوحيد مناف للتوحيد بيان أن قول لو اعتراضا على القدر أو الشرع أو الحزن على ما مضى مناف للتوحيد مقصود كبابك وحويه
in la cadeeyo ereyga low in la yidhaahdo, iyadoo sababta loo odhanaya ay tahay in qadarkii qofku uu caaridayo. Wuu leeyahay haddaan sidaa samayn lahaa sidaa may noqoteene ilowbaylow saasay noqon lahayd. Bimacnaa samayntaydaa qadarka ku xoog roonaan lahayd ama iyadoo sharcigii la caaridayo laga hor imanayo. ولو تركت صلاة الفجر لما أخذ اللصوص جوالي صلاة الصبح أنا بحي ويا وحاصل ما دارس كده إلا صلاة الصبح وأنا جماعة التجين توكت موبل كجمي قادم سي منافقين تقول هذين لو أطاعونا ما قتلوا هذه جهاد كيس كده إلا هاين وأنا قاعد إنه مقل إلا هاين مركو لا وارس كفريس جهادنا تجيني لما الله هاين اعتراض على الشرع. أما الله يراهدو حزنا على ما مضى وحنا عيو التقيبة قف كان يقدر كيبا كماهر يمان يوم الددنا لكن أرين دعدو التقتي مرقودو كم مرقوني أو قيد بلو ولي وحلية صالحان لو كانت السيارة جديدة لما انقلبت قالوا ودو عصبان مد عصبنا قل لا يلمو قلب مين محول لي ما قدر كوري ما يا مايا لكن واحد عيون بكم رجوني صدق ده حال وضع باني بنانين أو تمنيا للشر تانس كقدر أو تمنيا للشر أما إريجل لو حويري تمني وتمني الشركة شرب التمنية وذهب إلى وجهه مثلا ليشرب خمرا فلم يجد خمرا خمر يبقى رمالي لو جئت أمسي لو وجدت خمرا أشربه أنا أصوت ابن عيادان شلي إيمان لها خمري أنا عبوين هي لله والتمنية للشر الكافر طاح على ضد باني اللود وبنانين انت كوردو بنانتي الأسلو في لفظ لو في استعمال لفظ لو الجواز إري قال لو استعمال كي سمحا أصلوا الجواز الأصل في استعمال لفظ لو الجواز ويحرم استعماله في أربعة مواضع إلا استعمالا أفر ميلود بحاران إذا قال اعتراضا على القدر كو لابا. إذا قال اعتراضا على الشرع، إذا قال حزنا على ما مضى صدح أفر، إذا قالها تمنيا للشر أفر تاحا وضم باري بنانين. لكن انت كلام حاصلها لو الاستعمالك لا. قال الطحاوي لو ليست مكروهة في كل الأشياء. قال ابن القيم وماذا كان لمجرد اللفظ لو لو إريغا إريني مدس لو مديد بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان وحلو الديدي الرماء قفك استعمالي قلبك سكو قمي كمال الإيمان ماشي كصارية وده اعتراض على القدر اعتراض على الشرعية تمني الشرعية ومنافية لكمال الإيمان صمة الفاتحة لعمل الشيطان يقفك عملك الشيطان ككفرية عمل الشيطان كنا بحالك الندم والحزن وصدح ذا هراء وحي سوق ليان المنافية لكمال الإيمان توضن بيسوء وحمدش صدح اعتراض على القدر اعتراض على الشرع إيوه حزنا على ما مضى وحي سوق ليان صدح راسي حزنا على ما مضى تمني الشر صدح وحي سوق ليان المنافية لكمال الإيمان تأفراد أو حويان الحزن على ما مضانا وحي سوق ليس قولك من القيم الفاتحة لعمل الشيطان مركز أفر تاري مودي كتشيران
أيون بقى لو استعمال كيدو آنو بنانين. قرطبي نوح ليس المراد ترك ترك النطق بلو مطلقا وتشددوا ما لو هنا لو استعمال كرين إذ قد نطق النبي بها في عدة أحاديث لكن النبي واي النبي ما ربدا بلو استعماله ولكن محل النهي عن إطلاقها إنما هو فيما إذا أطلقت معارضة للقدر مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور سأصور مية حافظ من حجر وفتح الباري كصري السعد نوحه استعماله لو يكون بحسب الحامل عليه إريقان لو استعمال كيسه وحكو حكم قاضنيا قفك إريقان إنه استعماله وحكو كلفي اعتراض على القدر بأو كلفي اعتراض على الشرع بأو كلفي تمني الشر بأو كلفي وحكو كلفي الحزن على ما مضى لا يجوز أفرط أوحانا إن بأو كلفي يجوز ما يلاو نبي استعماله بحكم إذا كثير لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمت هذه لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وقول الله تعالى أبو بابي لا أريد يقولون وحورين لو كان لنا هدون نوعها لها من الأمر تلد حقه إذا هدون نوعها سبنا لها شيء وحون ما قتلنا نلقم الدلين ها هنا هلكا وكلام المنافقين في غزوة أحد وجه دلالة الآية على مقصود الباب وامحي أن الله سبحانه وتعالى ذم المنافقين باستعمال لو على سبيل الاعتراض على القدر أن الله سبحانه وتعالى ذم المنافقين لا يحب دليعي منافقين يحب دليعي على استعمال لفظ لو أديكسي أديكسدين إريق اللو ومحيو أديكسدين في الاعتراض على القدر كوري ما شاي كوري ما نيان ويديدين قدرك لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا اعتراض على القدر بأولادي ولهذا ذمهم الله وقول الى اولى الذين كوي قالوا لاخوانهم ولا لهد كويري وقعدوا حالي واي فريستين لو اطاعونا هدينا مقل لهايين مركان ليسك جوجا دغالكا ما قتلوا لما لاين وجد دلاله الله على مقصود الباب ومحي فيها ذم الله للمنافقين باستعمال اللفظ لو استعمال كاستعمالين إري قال لو درادي أي لا منافقين تود لعي أو استعمالين في الاعتراض على الشرع في الاعتراض على الشرع فيها ذم الله للمنافقين باستعمالهم لفظ لو في الاعتراض على الشرع والجهاد كيف اعتراضيا شرعي إلهي كم إذا في الصحيح وحكو السغن في صحيح مسلم سيحين حديثكم مجر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك حديثك وصوي اختصار وصوي قابي مصنف وحكو الرئي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف انت أساكو الرئيس احرص كد دال على ما ينفعك وحكو أنفعي في دينك أو دنياك المباحة وحد دينت هذا النفع له علمك دينت هذا النفع بيقول لي إيمانك خشوعك عبادتك يوحى حلاشة الدنيا هذا النفع له كد دال واستعن بالله إلا تعتمد على حرصك الدال كاقع عسكنه استعن بالله إلهي كالما يسو اسأل الله اطلب العون من الله إلهي كالما ويديسو ولا تعجزن هنوه سن استمر عليه كسي صعود حتى تبلغ غايته إلا أتقاريسو رمات كيس ولا تكسل لا تعجزن
riwaayada muslim laa tacjaz nuunu tawkiid kulama socoto laa tacjaz oo qura ayaa ku taal ay laa tagsal weyaan macnaha wahsan wixii adoo samayn karaa in waqtigiisu kugu dheeraaday oo kale ama inuu kugu yar hawl batay oo kale hauga hadhin macnaha kun caaliya alhima fii umuuri diinika wadunyaaka mid hankiisu sarreeye noqo oo meel dheer ku socda meel fogna higsanaya mid markiiba karaarjaba ha noqonin macnaha waa sidaas fii umuuri diin wadunya fii طalab اlcilm laa tacjaz laa taksal adoo cilmigii baran kara waxyaaba yaro kaa horyima ugii cilmiga barashadiisa ha uga hadhin kadalika dacwadii wain asaabaka hadduu ku haleelo shayun shay-in min almakruuh shay ka mida waxyaabaa la dhibsado falaa taqul ha odhanin low anii facaltu anigu haddaan samayn lahaa kada sidaa lakaana kada wa kada sidaa iyo sidaa ayuu arrinku noqon lahaa idaa qaala dalika cala sabiil alictiraad ay xaaraantay soo ma cala sabiil alictiraad cala alqadar aw cala alsharci aw cala sabiili alxusni cala maa madaa waanata xadiidka xaggiisa dambe ay tusinaysa in loo jeedo low anii facaltu kada lakaana kada wakada oro walaakin qul waxaad tidhahdaa qadara allaahu ilaahay baa qadaray hada almra ama qadaru llaahi ee hada qadaru llaah wamaa shaa wuxuu doonana ilaahay facala waa sameeya faina low maxaa yeelay maxaa lagugu diiday ereyga low taftahu waxa uu furaa camala shayaan shaydaanka camalkiisu camalu shayaan waa maxay dee waa alxusn wey watanadum aladii laa yanfac waa murugada qofku inuu arrin dhacday uu ka murugoodo maxay u taraysaa taas qofka waa dhibaysaa un soo ma cibaadadii bay ka mashquulinaysaa naftiisii bay dhibaysaa marka inuu wax dhacay ka murugooda ma khalaas maa madaa madaa waxa dhacay hadduu dembi yahay ayuu ka murugoonaya taasi tawbadda ayay ka mid tahay laakiin waxa dhacay hadduu musiibo yahay buu xadiidku ka warramaya wain asaabaka shay-un wajhu dilaalati alxadiid cala maqsuudi ilbaab waxa weeye ana fiihi annahya can qawli low cala sabiili alxusni cala maa madaa ana fiihi waxaa ku jira xadiidka annahya can qawli low in ereyga low la isticmaalo xusnan cala maa madaa murugo laga murugoonaya awgeed wax dhacay uu tegayba qaala fiihi masaa'il alula tafsiiru laayatayn labada aayado fastiristooda fii aali cimraan labada aali cimraan ku jira ayib oo midina lowda waxay u yidhahdeen munaafiqiintu اعتراض على القدر منا على اعتراضا على الشرع الثانية النهي نهيك الصريح يعني عن قولي لو أني ليس كنهي إذا أصابك الشيء هذا يحكو دعاء نهي قنوا للتحريم وايو لمحذورين باكوشرا لأنها تفتح عمل الشيطان وهو الحزن والندم الذي يضعف الإنسان ولا ينفعه صاب طلبات ولأن فيه سوى أدب مع الله إلهي سبحانه وتعالى كمو أدب سن وفك قدر كي إلهي دعاي له هدان سيدا يي لا سامين قوتين كانما انه يسوى ارما درولين يو وارمي وقدر كي إلهي انا كسون الرابعة الثالثة تعليل المسألة صوابين تمسألة للسببي اللي قلت سبب بأن ذلك أرن كاس يفتحوا ينفروا عمل الشيطان ينفروا عمل الشيطان كنوا الحزن والتندم الرابعة تؤال إرشاد تلمامي استقفك على تلمامي إلى الكلام هذا الكلام تلمامي الحسني إيوانك سناء قدر الله وما شاء فعل إنو يلاهضوا الخامسة مركة تلام مصيبة كورعة قدر الله وما شاء فعل هذه يخفف عنك الحزن مروقدي بارنتها سكا خفيفة نسا مصيبة دي نويكو إلا وسينيسا إلهينا سبحانه وتعالى وحن كما أرد الخامسة والأمر أمرك ليس أمر بالحرص دذلك على ما شيء الجد ذا لا ينفع واحتر له مع الاستعانة يضل رقبك على الميس بالله إله إلا كالميس عليه
dadaalkaaga qurux ku tarimaya. Laa xawla laka walaa quwata ilaa billah. Asaadisatu annahyu, nahyiga layska nahya can didi daalika, kaah oo ah dadaalka lagu dadaalo wixii nafci leh kaka soo horjeeda. Dalika ismu ishaaru wuxuu noqonaya alxirsu calaa maa yanfac, wa huwa kaka soo horjeeda alcajzu wiyi ay alkasal, cajziga tamar darra loogama jeedo. Tamar darrada ilaa qofku isagu isuma keene. Alcajzu maxaa looga jeedaa? Alkasal, wahsiga, wixii aad qaban karto inaad ka wahsato. Wallahu aclam waxkam billahi tawfiq. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.